هذا البودكاست اللي يحكي لكم فيه عن جوانب مختلفة لتفاصيل ترهقنا الحياة فيها، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله بها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. كيف أصبحتم يا رفاق؟ عزيزي المستمع، تخطيت ولا لسه؟ أو تنتظر الوقت المثالي؟ أو يأست وتعتقد أنك مو قادر تتخطى؟ كلنا تواجهنا مصاعب في الحياة ومتاعب شاقة وعثرات في دروبنا، تمر علينا مواقف كثيرة وأيام صعبة، ومن صعوبتها كنا نظن ونعتقد أننا خلاص على مشارف النهاية. كادت تغلب على قوتنا وشعرنا فيها بالوهن والاستسلام. كنا نظن أن هذا هو شكل حياتنا الأبدي، وأننا ما راح نقدر على تجاوزها، وأننا نتخطى هذه الأيام الصعبة والمواقف والظروف القاسية اللي تفرضها علينا الحياة أحيانا أيا كانت الظروف. لكن من رحمة الله علينا ومع مرور الوقت نتخطى هذه الأيام، وحتى بعد ما نتخطى ممكن بعد سنوات تجيك لحظة إدراك تحس بشعور يشبه